طلبات الثانوية العامة. يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 67. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي التاريخ على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون في ضيافتنا أحد كوادر مادة التاريخ، مستر جمال سعيد. صباح الخير يا مستر. تشرفنا وتشرفنا كالعادة. ومعانا ايضا مستر توفيق شوقي. صباح النور، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ مشرف يلا حبيبي، ربنا يكرمك ان شاء الله. نتمنى حلقه موفقه ان شاء الله لكل طلابنا الاعزاء في الثانويه العامه في ماده التاريخ. بس قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، اساتذتنا الافاضل عندهم تنويه بسيط كده عن كتاب مدرس الهوى. زي ما احنا قلنا قبل كده، احنا عاملين كتاب خاص بالمواد العلميه وكتاب خاص بالمواد الادبيه، والاساتذه الافاضل هيكلمونا عن ماده التاريخ على وجه التحديد. اتفضل مستر جمال. طبعا احنا عندنا كتاب مدرس على الهوى، يعني انا هتكلم على ماده التاريخ اللي احنا عاملينها، حطينا فيه اسئله على يعني افضل ما يكون، عملها طبعا نخبه من المدرسين يعني على درجه عاليه جدا من الكفاءه. طبعا الكتاب ده يعني انصح كل طالب في الثانويه العامه وبالذات في المواد الادبيه او المواد العلميه ان هو يقتني هذا الكتاب، لانه كتاب قيم جدا هيفيده كتير جدا. مستر توفيق، تحب تقول للطلبه بتاعتك؟ الكتاب ده شباب احنا حطيناه فيه الاسئله بعنايه علشان خاطر التناسق كويس جدا مع النظام الجديد، وده شيء مش موجود في معظم الأنظمة القديمة، ده موجود في الأنظمة الجديدة. بس الكتاب حطه خبراء من التربية والتعليم، وده دليل كافي وضمان كافي ان انت تشتغل بالكتاب ده. وده بس كده مجهودنا في الجزء الأول من السنة، لسه هتلاقي مجهودنا وكل المدرسين اللي معانا في الجزء الثاني من السنة وفي المراجعة النهائية. احنا معاك لغاية لما تقفل كل الامتحانات بإذن الله. ان شاء الله حلقه موفقه بالتوفيق دايما. اتفضلوا يا فندم. اهلا بكم اصدقائي الطلاب. كده احنا هنرجع لجزء مهم من حياه مصر في الدوله الحديثه، وهو العظيم القائد صاحب الدوله الكبيره، القائد محمد علي. بصوا، هو محمد علي مش مرحله تاريخيه، يعني محمد علي ده قدوه كده كلنا بنتعلم منها. اي حد عايز يبني دوله عظيمه يشوف محمد علي بدا منين وعمل ايه. محمد علي علشان يبني دوله حديثه بدا من اهم شيء يخص الانسان في البدايه، وهو الاقتصاد.
الاقتصاد ده هو فكر بطريقة جديدة وهو طريقة الاحتكار. الاحتكار يا أصدقائي في اللغة العربية كلمتين، يا إما بالقاف ودي إنسان مش كويس ملناش دعوة بيها، يا إما بالكاف اللي هو محتكر شيء ليه هو. طب أنت إحنا اتفقنا من أول حلقة لو فاكر إن لو قلت لي كلمة الاقتصاد عقلك يروح لثلاثة، زراعة وصناعة وتجارة. إزاي هيحتكر الثلاثة يا مستر؟ إزاي هطبق الاحتكار على الثلاثة دول؟ هنا هيبتدي محمد علي يقول للمزارع الراجل الفلاح الكويس، يقول له ازرع نوع معين من المحاصيل. يعني احنا عايزين تحديد لنوع الغلات، ده رقم واحد. رقم اتنين الصناع، هو اللي هيقول له تصنع ايه بكام كمواد خام وكبيع منتج في السوق، اللي هو هيديه للتجار. التجار تشتري اللي هم وكلاء محمد علي، هتشتري من الصانع وتبيع للناس. إذن هو بهذا النظام هيعمل ايه؟ هيبقى الزارع الصانع التاجر الوحيد في الدولة. يعني هو اللي يقولك نزرع ايه، نصنع ازاي وكام ونبيع بكام. طيب ده كتعريف، مش مطلوب مني ان انا هفهمه بالطريقة دي، احنا عايزينه تعريف باللغة العربية. نعمله ازاي؟ هنقوله هو نوع من انواع التوجيه الاقتصادي تقوم فيه الحكومة، تقوم فيه الحكومة. وأول ما يجي دماغك كلمة الحكومة، أول حاجة يا صديقي الطالب أنت بتيجي دماغك كلمة الحكومة دي يعني رجال الشرطة؟ لا، كلمة الحكومة اللي هي منظومة الدولة، اللي هي دلوقتي رئاسة الوزراء والمحافظين ورئاسة الجمهورية وكذا، دول على بعض بنسميهم الحكومة. فتقوم الحكومة اللي هي برأي وقرار محمد علي بتحديد أنواع الغلات وأنواع الصناعة وأنواع التجارة. إذن ده مفهوم الإيه؟ الاحتكار. مستر جمال دلوقتي ازاي محمد علي بدأ بالزراعة؟ طبعا انا هتكلم دلوقتي على ان محمد علي ازاي قدر ان هو يطبق الاحتكار في الزراعة، وازاي قدر ان هو ينهض بالزراعة. لما محمد علي جه علشان ان هو يتولى حكم مصر، كانت الزراعة في مصر ما تلائمش الاقتصاد المصري، لذلك محمد علي هيتبع عدة اجراءات، الاجراءات دي هتساعده في ان هو ينهض بالزراعة. الاجراءات اللي هيتبعها محمد علي، اول حاجة ان هو هيغير ملكية الاراضي الزراعية. ازاي محمد علي هيغير ملكية الاراضي الزراعية؟ هيكون عندنا كان في الاراضي بتاعت الملتزمين، محمد علي هينتزع الاراضي دي من الملتزمين وهيبتدي ان هو يوزعها على الفلاحين. طبعا هيوزع الاراضي دي على الفلاحين بواقع من 3 الى 5 افدنه، بحيث ان كل اسره تقدر ان هي يشوف احتياجاتها. لو الاسره كبيره هتاخد 5 افدنه، الاسره لو قليله تاخد 3 افدنه، ويبتدي ان هم يزرعوا الاراضي دهيا. تاني حاجه محمد علي هيعملها، هيبتدي ان هو هيطبق الاحتكار في الزراعه. طب ازاي محمد علي هيطبق الاحتكار في الزراعه؟ هيروح على الفلاحين يبتدي يقول لهم دلوقتي انا وزعت عليكم الاراضي بواقع من 3 الى 5 افدنه، انتم محتاجين دلوقتي مثلا اسمده، خدوا سماد، محتاجين مثلا مبيدات، محتاجين معدات، كل اللي انتم محتاجينه انا هديه لكم. بعد كده الحاجات اللي انتم محتاجينها دهيا او اللي انتم خدتوها انا مش يعني مش هديها لكم ببلاش، لا انا هخصم سعرها بس وقت لما تيجي تبيع المحصول. فمحمد علي هيبتدي ان هو هيزودهم بالادوات والمعدات اللي هم محتاجينها، هيزودهم بالبذور، هيزودهم بالاسمده اللي هم محتاجينها. الحاجه الثانيه اللي محمد علي هيعملها، هيلزمهم وهيجبرهم ان هم يزرعوا المحصول اللي هو حدده. زي ما المستر من شويه قال ان هو محمد علي لما هيطبق الاحتكار هيقول لهم انتوا تزرعوا ايه وانا هحدد سعره، هشتريه بكام، وانا اللي هحدد ان انا ابيعه لمين وامتى وازاي. ده كده ثاني حاجه محمد هيعملها او محمد علي هيعملها. بعد كده محمد علي هيتبع سياسة جديدة اللي هي أساليب جديدة. الأساليب دي من شأنها إن هي تزود الإنتاج الزراعي. إزاي؟ أول حاجة هيبتدي إن محمد علي يقول لك أنا دلوقتي عندي إن الأدوات اللي موجودة ما بتلائمش حاجة الزراعة. طب أنا لو دخلت أدوات جديدة أو اتبعت أساليب جديدة، الأساليب دي هتبتدي إن هي تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، ولو زاد الإنتاج الزراعي أنا هبتدي أحقق فائض عندي من الإيه؟ من الزراعة. طيب، تاني حاجة أنا هعملها إيه؟ تاني حاجة هيعملها محمد علي هيهتم بالتعليم الزراعي. إزاي؟ يعني احنا عندنا دلوقتي في التعليم اللي هو التعليم الفني، التعليم المتوسط اللي بيهتم مثلا بنقول عليها الدبلوم، في عندنا دبلوم زراعه، في عندنا الجامعات زي مثلا كليه الزراعه. هيبتدي محمد علي هيهتم بالتعليم ده، هيبتدي ان محمد علي هيبتدي ان هو يبعت خبراء الى الخارج، مش كده وبس، اسف يعني هيبعت الطلبه ان هي تدرس في الخارج، او يبعت اللي هم الناس المهتمين بشؤون الزراعه يتعلموا في الخارج ويكتسبوا الخبرات من الخارج، وهيستخدم خبراء من الخارج بقى يبتدوا ان هم يطوروا الزراعه هنا ويعلموا الناس اللي موجودين هنا ازاي ان احنا هنطور الزراعه، ازاي ان احنا هنبنيها. وده هيكون من اساليب محمد علي لتطوير الزراعه. في عندنا كمان من ضمن الحاجات اللي هيعملها محمد علي هيحسن طرق الري.
يعني ايه هيحسن طرق الري؟ محمد علي طبعا احنا لو نفتكر قبل كده كان من اسباب تدهور الزراعه في ظل الدوله العثمانيه اهمال طرق الري، اهمال الجسور، اهمال القنوات، الدوله ما اهتمتش بالكلام ده كله. كذلك ان اللي كان موجود عندنا من الحكام او اللي هو الولاه ما كانوش بيهتموا بالحكايه دي، لان هو بيحكم من سنه لثلاث سنوات. انا كل اللي همي ان انا اقدر اجمع الثروه اللي انا دفعتها هدايا او ان انا اجمع ثروات تعوض اللي انا كنت دفعته قبل كده. فلذلك محمد علي هيقول لك لا، انا ههتم بالايه؟ ههتم بالترع، ههتم بشق القنوات، ههتم بالجسور. من اهم الترع اللي هيعملها، من اهم القنوات اللي هيعملها محمد، القناطر اللي هيعملها محمد علي، القناطر الخيريه. طبعا القناطر الخيريه دي كان ليها اهميه كبيره جدا. ليه اهميه القناطر الخيريه؟ طبعا قبل كده كان بيبتدوا ان هم لما بيزرعوا الاراضي كان بيزرعوها ري اسمه ري الاحواض او ري الحياض، ان الفيضان بيجي بيغرق الارض كلها، يبتدي ان هو يزرع الارض مره واحده في السنه. لكن محمد علي هيعمل حاجه جديده عندنا، ان هو هينشئ القناطر الخيريه اللي هتحول الري في الوجه البحري الى الري الدائم، فالارض ممكن تتزرع مره واثنين في السنه، فده هيساعد على زياده الانتاج. اخيرا محمد علي هيتبعها في سياسه السياسه الزراعيه بتاعته، ان هو هيحسن زراعه القطن. وخلي بالي من الحته دي، تحسين زراعه القطن وليس ادخال زراعه القطن، لان القطن كان موجود قبل كده. لكن محمد علي هيحسن زراعه القطن، هيدخل محاصيل جديده ما كانتش موجوده زي التوت لتربيه دود القز علشان ينتج الحرير. وبكده محمد علي يبقى اهتم او هيبتدي ان هو يهتم بالمنسوجات الناعمه. وطبعا محمد علي كان في سياسته ان هو انا ههتم بالزراعه او ههتم مثلا بمحاصيل معينه هحتاجها في صناعه معينه، فاهتم بادخال اللي هو شجره التوت علشان يربي عليها دوده القز، كمان هيهتم بنبات النيله الهنديه. في عندي سؤال هنا انا عايز اساله لحضرتك يا مستر. يعني محمد علي على الرغم من ان هو استخدم خبراء من الخارج، الا ان محمد علي برضو ارسل بعثات. طب ليه محمد علي هيرسل البعثات ده هنا على الرغم من ان هو استخدم الخبراء؟ طيب احنا كده دلوقتي بيتكلمنا في سؤال مهم، بيقول لي ان الخبراء اللي كانوا موجودين دول، الخبراء دول كانوا موجودين بالرغم من وجود ان في بعثات. طيب سؤال بقى مستر، ادي خبراء وادي بعثات، انا ليه بعت البعثات رغم ان انا جبت خبراء؟ الموضوع مش متعلق بفكره ان انا البعثات هتعلمني اللي قالوا الخبرات او لا. خد بالك محمد علي بيفكر لقدام، قدام هنعرف ان هو راجل طموح بيفكر في بناء دوله قويه، لا ده كمان دوله توسعيه كبيره. الدوله التوسعيه دي خلته كحد يفكر يبقى بعيد المدى. طيب ايه علاقه ده بده؟ ان الخبير ممكن يتحكم في محمد علي بشكل او اخر بطريقه او اخرى، فهو قال لك لا انا دلوقتي جبت خبير، الخبير ده شغال معايا مفيش مشكله، وبرده بقى بعت بعثات، البعثات اللي رايحه بره وراجعه لي. الخبير لما يلاقي البعثات ما يقدرش يتحكم في الدوله. وخد بالك افتكرنا لما نتكلم على الفصل الثالث ان اكتر حاجه وقع فيها خلفاء محمد علي هو التحكم تحت الايد الاوروبيه او تحت الدوله الاوروبيه. طيب ده كده الجزئيه بتاعت الزراعه. دلوقتي احنا هنروح لجزئيه اهم وهي الصناعه. الصناعه دي كان فيها فكره عظيمه، بيقول لي بص يا مستر احنا لازم نفرق في الجدول ده ما بين تطوير وما بين تطبيق الاحتكار. لا دي مهمه جدا، في فرق ما بين انا بطور وما بين بطبق الاحتكار. طيب انهي الاول؟ لا نتكلم في التطوير. ازاي طورنا؟ لا هو اول حاجه عملها عشان يسد الفجوه هي اقامه المصانع الحكوميه. المصانع دي كانت مهمة جدا، ما هي دي لتوفير المواد الأولية اللي محتاجها الناس، لأن هو أنت ما ينفعش تصحى من النوم ما تلاقيش زيت، سكر، صابون، شاي، دي مواد أولية، فهو لازم يوفرها لك بالمصانع دي. هو بدأ يترجم كل الكتب الصناعية، بدأ يعمل حاجة مهمة وهي إجبار شيوخ الحارات على جمع الصبيان للعمل إجباري في المصانع. لا ده احنا كده ايه، خليك فاكر النقطه دي عشان نناقش فيها دلوقتي بشكل مهم. فاذا دي نقط قدر ان محمد علي يطور بيها الايه، يطور بيها الصناعه. طيب ازاي طبق الاحتكار؟ عشان دي نقطه مهمه، خد بالك في فرق ما بين تطوير والتطبيق. التطوير الحاجات اللي عملها اللي زود بيها الانتاج، زي ما شرح مستر جمال، هو في الاول قال للفلاح انا هديك ارض تشتغل المحصول انا عايزه، ده تطبيق. لكن التطوير طور وسائل الري والمحاصيل وهكذا. طيب تطبيق الاحتكار جه ازاي؟ قال لي ان هو دلوقتي هيشتري المواد من الصناع، والصانع هيبيع بالاسعار اللي تحددها الحكومه. وخدوا بالكم في نقطه مهمه جدا هنتكلم فيها قبل ما نطلع للتجاره،
بيسألني سؤال، هو محمد علي عمل ايه؟ رفع سعر المواد الخام وقلل المنتجات. ايه ده ازاي؟ طب ما كده الصناع مش هيكسبوا كتير صح؟ ما هو الصناع هنا رفع لهم سعر المواد الخام وقلل المنتج، مش مشكله يكسب كتير، المهم يكسب برقم معقول، والناس عامه الشعب العاديين زي احنا ما عندناش مصانع نلاقي المنتج بسعر معقول، وده شيء كويس. بس السؤال المهم هنا بقى نسال مستر جمال. مستر جمال هو دلوقتي في نقطه جوهريه في الموضوع، بيقول لي ده جمع الصبيان اجباري، كام نقطه استفاد بيها محمد علي والدوله من الجمع ده؟ طبعا ان جمع محمد علي للصبيه او للصبيان ده كان فيها اكتر من استفاده بالنسبه لمحمد علي. طبعا انا عايز اقول دلوقتي يا مستر ان الصبيان اللي مقصود بيهم هنا مش الاطفال من اهاليهم، لا هو كان محمد علي كان في ظاهره بتقابله، الظاهره دي اسمها اطفال الشوارع. فمحمد علي قال لك لا، الظاهره دي تعد قنبله موقوته في وجه الحكومه وفي وجه الاستقرار اللي انا عايز اعمله. فلذلك محمد علي هيفكر ان هو يعمل ايه؟ يقول لك انا لو جبت الصبيه دول هبتدي ان انا اشغلهم في المصانع، يبقى استفدت منهم كعماله رخيصه، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا لو بدات ان انا اشغل الصبيه دول انا استفدت منهم، بدل ما كانوا هيطلعوا مثلا متسولين او مجرمين او عناصر غير فعاله في المجتمع، لا انا حولتهم لعناصر فعاله في المجتمع، حولتهم لعنصر ايجابي في المجتمع. كمان المدارس او المصانع اللي اشتغلوا فيها اصبحت ليهم بمثابه مدارس صناعيه، فبقى ان الطالب او ان الصانع دون موجود عندي هنا في المصانع ده هي اصبح كانه بيتعلم بيدرس، وبعد كده هيظهر الطلبه دول او اللي هم الصناع دول بعد مثلا 10 سنين هيبتدوا ان هم اللي هيتولوا اداره هذه المصانع. ومش كده وبس، هناخد بعد كده في الاحوال الاجتماعيه ان هم هيظهروا كطبقه اجتماعيه مستقره. فيبقى انا قدرت احقق يعني العديد من الايجابيات من خلال محمد علي لما هيجمع الصبيه علشان يشتغلوا في مصانع الدوله. دلوقتي هنتقل لجزئيه بعد كده بعد الصناعه. احنا طبعا المستر قال لنا من شويه ما دام انا بتكلم في الاقتصاد، يعني انا بتكلم في زراعه صناعه تجاره، وده الضلع الثالث اللي هو التجاره اللي موجوده عندنا. فبالتالي انا لما هتكلم على التجاره يعني بتكلم على حركه البيع والشراء، ولو هتكلم على حركه التجاره اللي هي حركه البيع والشراء فانا بتكلم عندي على حاجتين، يبقى عندي حاجه اسمها تجاره داخليه، وعندي بتكلم على حاجه اسمها تجاره خارجية. طبعا التعريفات بسهولة، تجارة داخلية هي حركة البيع والشراء داخل الدولة، بينما التجارة الخارجية هي حركة البيع والشراء مع الدول المجاورة. طب محمد علي علشان هو يطبق حركة البيع والشراء في التجارة الداخلية هيعمل ايه عندنا محمد علي؟ هيبتدي ان هو اول حاجة هو اللي هيشتري المحاصيل او هو اللي هيشتري المنتجات، سواء اذا كانت زراعية سواء اذا كانت صناعية، هيشتري كل حاجة من الفلاحين وهيبتدي او الصناع، ويبتدي ان هو يخزنها في مخازن الدولة. كمان هيبيع بقى لمين؟ هيبيع للتجار الأجانب، وخلي بالي من الحتة دي، التجار الأجانب اللي موجودين داخل الدولة. الحاجة التانية اللي هيعملها إن هو هيبتدي إن هو يا مستر توفيق إن هو هيبتدي إن هو هيبيع، أو التجارة الخارجية إن هو هيهتم بحركة البيع والشراء خارج الدولة. فهيعمل إيه؟ أول حاجة هيبيع للتجار الأجانب اللي موجودين داخل الدولة، وهيبتدي إن هو يسوق للمنتجات بتاعتهم اللي موجودين خارج الدولة ويبيع لوكلائهم في الخارج. الحاجة التانية اللي هيعملها محمد علي هيبتدي إن هو هيهتم ب اللي هو يعني تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، لأن هو بالظبط فهيحتكر تجارة الواردات، لأن محمد علي كان شايف إن الدولة القوية هي اللي بتزيد صادراتها عن وارداتها. ليه؟ لأن أنا لما بصدر أكتر ما بستورد طبعا يا مستر محدش هيقدر يتحكم فيا، وأنا هيبقى عندي واقتصادي هيزيد بالظبط، هيبقى عندي كل الحاجات اللي أنا محتاجها، هقدر أوفر المنتجات اللي الدولة محتاجاها داخليا، فبالتالي محدش هيقدر إن هو يتحكم في مصيري أو إن هو يفرض عليا أي شروط أو يجبرني على أي حاجة. طبعا علشان محمد علي يهتم بالتجاره كان لازم يبقى عنده شبكه نقل ومواصلات جيده، وده اللي هنسمعها من مستر توفيق دلوقتي. طيب دلوقتي شبكه النقل والمواصلات دي نقطه مهمه، لان هي هترجعنا بجزء مهم للفصل الاول. طيب مبدئيا كده عمل ايه في النقل والمواصلات؟ هو الراجل شاف ان جوه الدوله لازم التجاره تمشي بشكل اسرع. التجاره تمشي بشكل اسرع يبقى عندي تمهيد للطرق البريه، ده رقم واحد، علشان خاطر العربيات اللي بتنقل البضاعة اللي هي كانت لسه عربيات كارو، لا يوجد لسه عربيات نقل، لسه ما فيش موجودة، لسه ما تمش اكتشاف كل هذه الآلات والأدوات ولا الكهرباء والحاجات دي كلها. طيب لذلك بدأ بقى أولا هو عمل الطرق البرية ومهدها، زائد إن هو أصلح المواني اللي كانت عطلانة منذ أيام المماليك والعثمانيين، وراح
ظبط المواني اللي موجوده في اسكندريه، اللي موجوده في السويس وبعض المناطق الاخرى زي بورسعيد وهكذا. لكن الاهم من ده كله، لو رجعنا لنقطه مهمه اسمها ايه؟ هو قال دلوقتي احنا خسرنا يا مستر جزء كبير من التجاره المصريه الخارجيه في الفصل الاول بسبب اكتشاف طريق راس رجاء الصالح، صح؟ هو اكتشاف الطريق ده كان ليه؟ اتكلمنا في النقطه دي في الفصل الاول لو فاكر في اول حصه، ولو نسيت ارجع لاول حلقه. احنا اولا اتكلمنا لان المماليك كانوا بيتعاملوا مع الناس بمعامله سيئه، فخلى الناس اجباريا ما تفكرش ان هي تعدي من مصر وتعدي من كل الطريق ده، هتوفر ضرائب وهتوفر في المعامله. فهو عمل ايه؟ لقى ان هو لازم يرجع لينا التجاره تاني، بس كان عنده مشكله، المشكله القائمه كانت هنا في البحر الاحمر. ايه هو؟ كان عندنا مجموعه من القراصنه. يعني ايه قراصنه؟ اللي هم بالعربي كده قطاع طريق البحر، بدل ما قطاع طريق في البر، لا في قطاع طريق في البحر. فالقراصنه دول هو بعت لهم قوه من عندنا علشان خاطر قوه بحريه، وده هيرجع الى اهتمامه بالاسطول البحري. لو ما عندناش اسطول ما كانش قضى عليهم. الاسطول عاد بالفائد الكويس على هذه النقطه، فاصلح تلك النقطه ان هو شان القراصنه، فخلى الشركات اللي حوالينا اللي بتعدي من راس رجاء الصالح لا تعدي من مصر. زي مين؟ زي شركه الهند الشرقيه، قالت لك لا انا اعدي من البحر الاحمر عادي جدا، انا اعدي من مصر عادي جدا واروح لاوروبا، ده افضل لي. طب انت هتدفعي ضرائب مش مشكله، ما هو انا التجاره عندي هتزيد. ما انا بدل ما هعمل من راس رجاء الصالح في السنه كلها وليكن رحلتين تجاره او ثلاثه او اربعه، لا انا ممكن اعمل ثمانيه او عشره، فانا كده هقدر استفيد الضعف. ودي كلها امور رجعت لمصر بفضل محمد علي. ممكن نفتكر كده لما اتشرح الحصه اللي فاتت في الفصل الثاني، اتكلمنا ان محمد علي كان راجل تاجر ثم دخل الجيش. الحتتين دول هم العامل الاساسي في تكوين شخصيته اللي أدت إلى فهمه لكل وسائل التجارة، فهمه للطرق الحربية اللي يقدر يأمن بيها الدولة، اللي يقدر يحمي بيها حدود الدولة، وده رجع وبان كويس جدا في كل هذه الأمور. إذن سياسة الاحتكار يا صديقي أثرت بالإيجاب ولا بالسلب على هذا الأمر؟ لا بالإيجاب، بس إحنا لاحظنا حاجة كبيرة يا مستر جمال، إن في تأثير في الحياة الاجتماعية. كيف أثرتها اجتماعية؟ طبعا نتيجة تطبيق محمد علي لسياسة الاحتكار ده هيأثر على الحياة الاجتماعية. يعني ايه حياة اجتماعية؟ يعني طبقات المجتمع اللي موجودة في المجتمع المصري طبعا هيأثر عليها، طبعا في بعض الأحيان بالإيجاب وفي بعض الأحيان بالسلب. لو هنتكلم مثلا عن القوى الاجتماعية اللي كانت موجودة في المجتمع المصري، هنجد ان في قوة ظهرت وفي قوة اختفت. طبعا هبدأ بالقوة اللي اختفت. أول قوة عندي اختفت كانت عندي طبقة المماليك. مين المماليك؟ طبعا لو نرجع بالذاكره شويه في الحلقه اللي فاتت، هنجد ان المماليك كانوا موجودين عندنا، كانوا بيشاركوا في الحكم، وكان العثمانيين اعتمدوا عليهم نظرا لخبرتهم في اداره شؤون البلاد او شؤون الاقاليم اللي موجوده اللي كانت موجوده عندنا في مصر، فاعتمدوا عليهم في الحكم. لكن محمد علي تخلص منهم في مذبحه القلعه. لكن هيظهر مكان منهم مين يا مستر توفيق؟ ظهر مكانهم اسره محمد علي وبعض العناصر التركيه اللي حلت مكان المماليك كاسره حاكمه. مين تاني؟ كذلك في عندي من القوى اللي هتختفي عندي قوة أو طبقة التجار. طبعا كان مصر كان فيها طبقة تجار، وكانت التجارة موجودة في مصر هنا. بعض الشخصيات التجارية زي أمثال عندنا واحد اسمه أحمد المحروقي. طبعا أحمد المحروقي ده كان من الشخصيات المشهورة جدا في مصر، وكان معروف جدا، وكمان بيقال إن الراجل ده كان من الأسرياء اللي كانوا موجودين في مصر، وهو كان من الناس اللي مولت ثورة القاهرة الأولى، وكان معروف لكل بيت موجود في مصر وخصوصا في القاهرة. أحمد المحروقي نتيجة تطبيق سياسة الاحتكار أصبح محمد علي هو التاجر، أصبح محمد علي هو اللي بيبيع، أصبح هو اللي بيشتري، أصبح إن محمد اللي هو أحمد المحروقي يعتبر زي مثلا صاحب محل بقالة بيبيع ويشتري، اللي هيحدده محمد علي بس، مش هيقدر إن هو يعني يتوسع في تجارته. هيظهر مكان منهم بقى مين يا مستر طارق؟ يا إما الوكلاء بتوع محمد علي، الوكلاء اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا لحساب الدولة بأسعار محمد علي، يا إما بعض التجار الأجانب اللي شغالين تحت إيد محمد علي. وكمان بقى في ناس أغنياء يا مستر جمال، مكان السيد أحمد المحروقي، لكن في نقط أفضل، زي مثلا ظهور طبقة الأعيان. أنت بتسمع اللفظ ده كتير، أعيان يعني كبار ملاك الأراضي. الاتنين دول بقوا فئتين أغنياء مكان التجار اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا بنفس السعر بتاع زمان. مين تاني؟ طيب في عندنا طبقة العلماء والقيادات الشعبية اللي كانت موجودة. طبعا لو نفتكر ان محمد علي علشان ينفرد بحكم مصر
كان لازم ان هو يبقى قراره من دماغه ومحدش يفرض عليه اي شروط. ونفتكر ان محمد علي لما جم يعينوه سنه 1805 قالوا له انت ما تاخدش اي قرار الا لما ترجع لنا اللي هو الزعماء الشعبيين. ومحمد علي بيقدر ان هو يستغل الانقسامات لو نفتكر مستر توفيق علشان يتخلص منهم، وقدر ان هو نفسين ليه في الحكم بشكل مباشر يعني. فمحمد علي قال لك انا لازم اتخلص منهم، وبالفعل اتخلص منهم لما نفى زعيم القياده الشعبيه في الوقت ده كان مين؟ مستر توفيق. اولا لما راحت القياده الشعبيه بقى هم المتعلمين خلاص قيمتهم قلت كتعليم مش كدين، لا قياده شعبيه كرجال ازهر قيمتهم الدينيه محفوظه، لكن احنا نتكلم عن القيمه العلميه. بقى في ناس افضل في الدرجه التعليميه شويه، هم القادمين من البعثات الاوروبيه بقوا افضل في الدرجه التعليميه. تمام. في بقى نكمل بس جزئيه مهمه كده، هنعمل ان في طبقات هي ما اختفتش يا مستر جمال، هي في طبقات ظهرت نتيجه سياسه الاحتكار العظيمه، وهي طبقه زي عمال المصنع اللي هم مين يا مستر؟ اللي كانوا مين؟ بالظبط اللي محمد علي كان جمعهم اللي هم اطفال الشوارع. بالظبط كده. كان المستر سالني السؤال واحنا اتكلمنا فيه، اتفضل يا مستر. طيب هم عمال مصنع اللي كانوا اطفال صغيره بعد 10 سنين من سياسه الاحتكار العظيمه بقوا شباب، بعد ما كان عنده 10 سنين بقى راجل كبير 20 سنه يعتمد عليه كمسؤول مصنع كمسؤول شغل، فبقى هو الرائد الاول في رياده هذا الامر. في بقى نقطه مهمه هي محمد علي كان عارفها من احداث القديمه، وهي ان كان عندنا طبقه من البدو كانت موجوده في الصحراء، قال لهم سيبكم من الجبل والصحراء وتعالوا عيشوا معايا، انا هديكم ملكيه كبيره من الارض، وانت كريس بدو ادي الارض دي للرجاله اللي عندك اشتغلوا وهاتوا المحصول، اديكم فلوس وادفعوا الضريبه وعيشوا حياه كريمه حياه كويسه بدلا من حياه الصحراء. ده رجع معايا في الفصل الاول في ايه؟ ان كان عندي غارات البدو المتلاحقه، ما هي دي اللي اثرت على الاقتصاد المصري ايام العثمانيين ودهورت الاقتصاد. كان اي تاجر يخش كان ممكن يتعرض في اي وقت لغارات البدو، فهو تخلص من هذا الامر. يبقى التخلص هنا جزئين، تخلص من جزء اقتصادي، ما هو انا عندي عمال كتير عنده بيشتغلوا في الارض، وجزء سياسي ان هو يهدي اوضاع الدوله امنيا واستقراريا. يبقى احنا كده اتكلمنا في التغير الاجتماعي اللي نتج عن طريق الاحتكار، هنتكلم فيه تاني يا مستر؟ بعد كده هنتكلم بقى على السياسه التعليميه بتاعت محمد علي. طبعا محمد علي كان لازم ان هو علشان ان هو يبني الدوله بتاعته وعلشان يطبق سياسه الاحتكار فكان لازم يهتم بالتعليم. طبعا سياسه التعليم اللي عندنا لمحمد علي هيهتم بيها، اولا انا عندي دلوقتي محتاج اطبق سياسه الاحتكار. وليكن مثلا انا هدي مثال بسيط كده، انا عندي دلوقتي ناس هبتدي اوزع عليهم الاراضي الزراعيه. طب الناس اللي انا هوزع عليهم الارض الزراعيه دي مش لازم اسجل وادون يا مستر توفيق طبعاً. انا اديتهم ايه واديتهم اراضي قد ايه وايه الاسمده اللي اديتها لهم، مين هيسجل الارباح ومين هيسجل كل الاستفادات. تمام. ولما هاجي ان انا بعد كده لما اجي اجمع منهم المحصول بعد كده بالسعر اللي انا هحدده كمحمد علي، مش لازم ابقى عارف انا اديت لمستر توفيق ايه، اديت لدون ايه، اديت لدون ايه. فبالتالي انا محتاج عندي مجموعه من الموظفين. فلذلك ارتبطت سياسه الاحتكار او التعليم بسياسه الاحتكار والبناء الاقتصادي والجيش اللي كان عايز يبنيه محمد علي. كذلك برضو ان عندنا ان محمد علي كان عايز يبني جيش والقوه الذاتيه بالنسبه لمحمد علي، فهيبتدي ان هو يهتم بالتعليم. علشان كده اول حاجه هيعملها محمد علي هيهتم بالبعثات التعليميه. يعني ايه بعثه تعليميه او يعني ايه بعثات تعليميه؟ يعني ان انا هاخد مجموعه موجودين عندي من الشباب هبتدي ان انا اوديهم بره في الدول الاوروبيه، وليكن انجلترا وليكن فرنسا وليكن ايطاليا، اي دوله موجوده هبعت الشباب دول علشان ان هم يتعلموا فيكتسبوا الخبرات اللازمه، بعد كده يرجعوا يعملوا لي ايه؟ يعلموا اللي موجودين في البلد. بالظبط. فيبقى انا كده استفدت منهم. وهرجع كمان لسؤال كان المستر توفيق او كنت انا وجهته للمستر توفيق، قلت له طب ما دام احنا جبنا خبراء من بره ليه نبعت من عندنا خبراء لبره او نبعت عندنا الطلبه لبره؟ طب ما احنا عندنا الخبراء. المستر قال لك ايه؟ علشان ما يجيش بعد كده الخبراء دول يتحكموا فيا او يفرقوا او يملوا عليا شروطهم، يقول لي عايزني اكمل معاك انت لازم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. لا، ده انا هبعت بعثات لبره هتتعلم وهتكتسب علوم الثقافه وهتبتدي ان هي تنقل الخبرات اللي موجوده بره. مش كده وبس، ده انا هخلي البعثات مستمره بحيث ان لو حدث اي تطوير ابقى انا مواكب الاحداث، مش وصلت المرحله ووقفت. طيب
هنشوف كده اهم البعثات اللي هيرسلها محمد علي. اول بعثه هيرسلها كانت هتبقى بعثات ارسلها الى انجلترا، الى فرنسا، الى ايطاليا، علشان يكتسبوا العديد من العلوم والمهارات اللي كانت موجوده، العلوم والمهارات اللي كانت موجوده هناك، مثلا زي اصول الري والصرف، الهندسه والميكانيكا، القانون والسياسه، الاسطول والبحريه. طبعا دي كلها حاجات هتعود على مصر هنا بالنفع في كافه المجالات، وخصوصا الجيش، لان محمد علي كانت كل حاجه لخدمه الجيش. من ضمن الحاجات اللي هيعملها محمد علي انه يرسل اكبر بعثه تعليميه، كانت هتكون هذه البعثه الى فرنسا. طبعا لما هيرسل البعثه دهان الى فرنسا، هيكون امام لهذه البعثه عندنا واحد من الشخصيات المهمه جدا في المنهج بتاعنا، اسمه رفاعه رافع الطهطاوي. ده لما هيسافر مستر توفيق لفرنسا، هيعجب بالنموذج الفرنسي جدا، فبالتالي هيبتدي ينقل الخبرات اللي كانت موجوده هناك. وفي حاجه انا كنت عرفتها عن رفاعه رافع الطهطاوي، انه لما راح هناك نتيجه لاعجابه بالنموذج الفرنسي، قال لك انا لازم اتعلم اللغه الفرنسيه دي علشان اقدر ان انا اطلع على المعارف والثقافه اللي موجوده عندهم. وعمل كتب كتير بالظبط، ومش كده وبس، ده كمان ان هو هيبتدي ان هو تقريبا في حوالي زي شهر ونص او شهرين بالكتير هيتعلم اللغه الفرنسيه، هيشوف واحد هناك كان عايز يتعلم اللغه العربيه وهو كان عايز يتعلم اللغه الفرنسيه، هيتقن اللغه الفرنسيه. صح. من ضمن الحاجات كمان ان هو هيروح على مكان كده زي مثلا عندنا بنسميها كافيه، هيلاقي واحد بياخد المشروب بتاعه وبيمسك حاجه كده عمال يفر فيها، يقرا فيها شويه وبعد كده يسيبها، يجي غيره يعمل نفس الحكايه، فجيب يسال ايه ده؟ قالوا له ده دي حاجه اسمها المجله او المجلات. لذلك لما رجع بقى على مصر هنا مستر عمل ايه؟ اقترح على محمد علي ان هو هينشئ مدرسه الالسن. يعني ايه مدرسه الالسن؟ اللي هي بتواجه دلوقتي او كليه ايه موجوده دلوقتي؟ كليه الالسن، كليه الايه بالظبط، او في الازهر اللغات والترجمه. طبعا هيبتدي ان هو هيترجم الكتب اللي موجوده، ولو كنا نفتكر في الصناعه لما جه قال ترجم الكتب الخاصه بالصناعه، فاذا يبقى استفاد من الايه؟ من البعثات التعليميه اهيا، واستفاد من المدرسين الاجانب اللي موجودين هنا في ان هم يترجموا الكتب الخاصه بالصناعه. طبعا دي كانت الاستفادات اللي عادت علينا بالنسبه لمحمد علي، كذلك ان هو هيهتم بالتعليم. وطبعا استمتع بحضرتك لما تقولها لنا مستر توفيق. دلوقتي زي ما قال مستر جمال، هو الراجل بدا بموضوع البعثات، بس هو بدا بحاجه كده جميله، وكان عنده فكرة غريبة. محمد علي زي ما قلت لك في الأول، لا ده مش مجرد حاكم وصل مصر، لا ده نموذج اتعلم منه كلنا. الناس كلها في العالم بتبدأ المرحلة التعليمية كده، المدرسة الابتدائية، بعد كده الثانوية، بعد كده مرحلة الجامعية. هو الوحيد الشخص اللي عمل ازاي؟ اللي عمل كده يا مستر. ازاي؟ عمل دي ازاي؟ لا ده هو بدأ لي بالجامعة. الجامعة دي اللي احنا بنسميها في هذا العصر هي المدارس العليا. طب ازاي يبدا بدي؟ وليه؟ لازم تفكر معايا، هو ازاي يبدا بدي؟ المدارس العليا دي فكره مجنونه ان هو يبدا بيها، بس خد بالك الاقتصاد بتاعها والافاده كانت اكتر. ازاي؟ هو دلوقتي يا مستر جمال لو جه يعلم طالب من ابتدائي ثم اعدادي ثم جامعه، هيستفيد منه بعد على الاقل 15 ل 20 سنه. يبقى كده عقبال ما هو ينمي الدوله يكون جزء كتير باظ. طب وليه؟ طب ما احنا ممكن ناخد افضل فئه متعلمه في الدوله، وهي كانت رجال وطلاب الازهر الشريف. دول افضل فئه عندها قدر من الثقافه، فقال لك تعالوا انا هدخلكم الجامعات. هنا خرج المجموعه من دي بعد الازهر، دخلهم الجامعات المختلفه، اصول المحاسبه والطب والمهندس خانه، وده لفظ باللغه العثمانيه القديمه اللي هو دلوقتي كليه الهندسه. بدا يشتغل ويعتمد على هذا الامر، بس المفاجاه هنا حصلت عند طالب الازهر. طالب الازهر كان بيدرس المواد في الازهر ذات الطبع الديني، طاغي عليها، فارض عليها، مزود عليها جزء من الطبع الديني. فدي هنا كانت مشكله، لانه لما اصطدم بهذه المدارس العليا الكبيرة اللي جاي فيها بعض المدرسين الأجانب وبعض الناس اللي جات من بره تعلم المصريين، بقى الطابع تحول من ديني إلى مدني. هذا المدني عمل له ازدواجية فكرية. يعني إيه يا مستر؟ كلمة ازدواجية يعني؟ الازدواج هنا أصبح في عنده تفكير جديد، اللي هو الطابع المدني بيختلف عن التفكير أو التعليم الأزهري اللي هو كان متعلمه قبل كده. طيب في عندنا بعد كده ان هو مش هيهتم بالمدارس دي، هيبتدي ان هو ينشئ مدارس ثانيه. زي ايه مستر توفيق؟ بيقول لي دلوقتي هو عمل مهندس خانه والطب والصيدله واصول المحاسبه وهكذا، كل دي مواد او كل دي مدارس عليا،
طب هنجمعهم فين؟ هنجمعهم فين؟ مين اللي هيمسك امورهم؟ راح عمل لهم اكبر حاجه وهي ديوان المدارس، وده لو اتوجد اللي هو بيساوي دلوقتي وزاره التربيه والتعليم. طول ما ده موجود يبقى معناه ان الدوله دي عندها قدر كافي من المدارس والجامعات والبعثات الثقافيه وهكذا. تمام. دلوقتي احنا خلصنا الجزئيه دي، هننتقل لجزئيه ثانيه جديده جدا، بنتكلم على البناء السياسي في مصر. طبعا البناء السياسي اللي كان موجود عندنا لو جينا بصينا عليه هنجد ان فكره الحكم اللي كانت موجوده بالنسبه لمحمد علي كانت بتقوم على فكره الحكم المطلق الفردي، وهو استمرار للحكم اللي كان موجود ايام العثمانيين وايام المماليك. لذلك محمد علي قال لك ان هو هيقوم في جوهره على الحكم المطلق، ولكن في الوقت ده مستر توفيق هيستفاد بحاجات كانت موجوده ايام الحمله الفرنسيه اللي هي فكره انشاء الايه؟ الدواوين. وبالفعل محمد علي هيبتدي ينشئ مجموعه من الدواوين. انا هكتب لكم الدواوين دي على السبوره بحيث ان احنا نبتدي نشوفها واحد واحد ونشوف اهميه كل ديوان. تمام. طيب لو بصينا كده هيبقى عندي كده الدواوين التي انشاها محمد علي. هبدا كده، اول ديوان عندي ديوان اسمه الديوان العالي، وده كان انشاه محمد علي سنه 1824 ميلاديه. في عندي بعد كده ديوان اسمه مجلس المشوره، وده كان سنه 1829 ميلاديه. في عندي بعد كده حاجه اسمها المجلس العالي او بنسميه دلوقتي مجلس الوزراء، وهتكلم عن كل واحد على حده. بعد كده في عندنا حاجة اسمها السياستنامة، ثم حاجة اسمها المجلس المخصوص، وبعد كده حاجة اسمها المجلس العموم. طيب لو هبتدي ان انا اتكلم على الدواوين اللي موجودة عندنا، اول ديوان عندنا اسمه الديوان العالي. طبعا الديوان العالي اللي كان موجود عندنا ده كان بيبتدي ان هو بيقوم بيه عندنا، او اللي كان بيتولى شؤونه نائب الباشا او اللي هو نائب محمد علي، وكان ده بيهتم بالشؤون الداخليه للدوله. طيب نيجي بعد كده على مجلس المشوره. طبعا مجلس المشوره ده انشاه محمد علي، وكان اهميه مجلس المشوره ان هو كان بيتكون من كبار موظفي الحكومه، بالاضافه ان هو كان بيتكون من الاعيان اللي موجودين عندي، بالاضافه ان كان بيبقى بينعقد لمده مره واحده في العام. وكمان كان هذا المجلس من اهميته ان كان بيبتدي ان محمد علي يستشيره في العديد من الامور. هذه الامور، وطبعا اخلي بالي ان هو كان مجلس استشاري، كان بيبتدي ان محمد علي ان هو يعتمد عليه في الاستشاره، ان هم يدوا لمحمد علي بعض الاستشارات في كافه المجالات، سواء اذا كانت في التعليم، في الاداره، في الاشغال العامه. في عندي بعد كده حاجه اسمها المجلس العالي، وده بيشبه مجلس الوزراء. طبعا المجلس العالي اللي بيشبه مجلس الوزراء ده كان بيتكون من نظار الدواوين. يعني ايه كان بيتكون من نظار الدواوين؟ يعني رؤساء الايه الوزارات اللي كانوا موجودين عندنا، رؤساء الوزارات. هو كان في وزارات، ما انا لسه بقول ان كان في عندنا دواوين، والمستر دلوقتي لسه كان بيقول ان عندنا محمد علي انشا ديوان المدارس، فبالتالي كان في دواوين ثانيه محمد علي بدا انه ينشئها، فهنبتدي ان احنا نهتم بهذه الدواوين في المجلس العالي اللي هو بيشبه مجلس الوزراء اللي كان موجود عندنا ده. وده كان بيضم اثنين من الاعيان عن كل مديريه، بالاضافه لاثنين لشؤون الحسابات. هنيجي بعد كده انا لسه بقول ان عندنا مجلس النظار اللي كان بيضم النظار، فهيجي عندنا نيجي لنقطه جديده اسمها السياستنامه. تمام؟ ايه السياستنامه دون؟ دون عندنا حاجه اسمها القانون الاساسي، ودون محمد علي هينشئ حاجه عندنا اسمها القانون الاساسي. وكانت اهميه القانون الاساسي، انا لسه بقول مجلس النظار هيقسم الدواوين وهيبتدي ان هو يحدد اختصاصات كل ديوان، ويحدد ايه اللي مطلوب من كل ديوان، فهيفصل السلطات ما بين الدواوين بدل ما كانت العمليه سايحه في بعضها. لا، هنحدد كل واحد ايه اللي محتاجينه منه، وايه المطلوب، وايه الهدف المتاح، وهبتدي ان انا احدد الدواوين المختلفه. فهيبقى عندي من امثله الدواوين مثلا زي ديوان المدارس، ديوان الفابريقات، ديوان الجهاديه، ديوان الجيش، ديوان الامور الافرنجيه، ديوان الاسطول والبحريه، دي كلها كانت دواوين، ديوان الصناعه والتجاره، دي كلها دواوين كانت موجوده عندي. طيب بعد كده محمد علي هيعمل حاجه اسمها المجلس المخصوص، والمجلس المخصوص ده كان محمد علي بيعمله علشان ان هو يشرع بعض القوانين اللي كانت موجوده عندي، وعلشان يعمل بعض اللوائح.
كمان محمد علي هينشئ آخر حاجة عندنا حاجة اسمها المجلس العمومي، وطبعا المجلس العمومي برضو كان بيتشابه مع المجلس المخصوص لأنه كان هيسن بعض القوانين اللي كانت موجودة عندنا. وبكده يبقى أنا اتكلمت عن البناء السياسي، ولكن البناء السياسي أنا شايف أن كان فيه عيوب أو كان فيه نقد يا مستر مستر توفيق، عايزك حضرتك تقول لنا إيه من وجهة نظرك النقد الموجه للدواوين اللي أنشأها محمد علي أو لنظام الحكم. بص، هو محمد علي أصدقائي صاحب رأي وحيد، الرأي الوحيد راجع أني كل هذه المجالس كانت تجتمع وتفض حسب رأي مين؟ محمد علي، يعني كان بيسمع منه، لكن الرأي الأول والأخير لمين؟ ليه هو؟ ده رقم واحد. إيه ده؟ يعني إحنا كده مكملين من أول 1517 ما تغيرناش؟ لا ما تغيرناش، ده من قبلهم كمان بحوالي 250 سنة. إيه ده مين دول؟ ما هي دي هنا دخلت مصر العثمانيين، وهنا قبلهم 250 سنة المماليك. يعني أنت عايز تقولي محمد علي رأيه وكلامه كان اتباعاً وتكميلاً للحكم المطلق الفردي وتكميلاً لحكم مين؟ العثمانيين والمماليك. يعني احنا ما بعدناش كتير؟ لا ما بعدناش. في الجهة السياسية أو الجهة الإدارية أو اللي فيها الدواوين ما بعدناش كتير، لكن في الاقتصاد، في التعليم، في الاحتكار، لا ده احنا بعدنا كتير جدا وتطورنا. آخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة ودي نقطة مهمة جدا، هو إزاي اتقسمت البلد إداريا. يعني دلوقتي بعد الرسمة اللي عملها مستر جمال احنا نعمل رسمة تحتيها ونقول لك ان في تقسيم إداري. مصر الجميلة اللي انت شايفها على الخريطة دي متقسمة إلى 16 إقليم. الستاشر إقليم دول كل إقليم، الإقليم ده يعد يعني زي محافظة. في بقى نقطة تاني وهو اتقسم إلى 7 مديريات. المديريات دي متقسمة إلى عدة مراكز، والمراكز إلى عدة أقسام، والأقسام إلى عدة قرى ونواحي. إيه ده؟ يعني أنت دي تطبق إزاي؟ يعني لو أنت من منطقة تقول له أنا من قرية كذا، من قسم الفلاني، مركز كذا، مديرية كذا. يعني لو أنت من منطقة مصر الجديدة مثلا، يعني لو أنت من جزء معين هتقول له أنا من جزء هنا أهو في قسم أول مركز شمال محافظة القاهرة، كل ده وأنت عايش في حتة معينة. التقسيمات دي كان كل واحد منهم كان ليه إيه؟ كان ليه مسؤول. يعني ده أهو أدي المدير أو المحافظ، يعني ده المسؤول عن إيه؟ عن كل حاجة هنا. ده كان عندنا النظار، وكان عندنا بعض العمد والمشايخ. يعني احنا كان عندنا مهام كتيرة. المهام دي ظروفها، بيقول لي يا مستر ان في المهام دي عمل ايه؟ بيقول لي محمد علي قال لك الوظائف دي زي ما هي، بس كان العنصر التركي كان موجود في كل الوظائف، ما اتغيرتش في كل الوظائف ما عدا شيخ البلد، العمدة أو الوظائف المالية. كان محمد علي لا يستريح مالياً للعناصر التركية أبداً، ما كانش بيحب يمسكهم، وكان دايماً بيفضل العناصر المصرية في الأمر، ودي كانت نقطة مهمة. طيب الموضوع استمر لغاية مين؟ استمر لغاية عهد إسماعيل أو الخديوي إسماعيل. خديوي إسماعيل ده هو اللي بدأ يحل المصريين واحدة واحدة، يدخل المصريين واحدة واحدة، لغاية لما بقى معظم العناصر في أيام إسماعيل مصرية ما عدا الجيش. لم يستطيع أن يضع كل العناصر المصرية في الإيه؟ في الجيش. يعني كل الوظائف بقت مصرية ما عدا الإيه؟ ما عدا الجيش ده، ودي كانت نقطة مهمة. بكده يا مستر أحمد نكون إحنا قدرنا إن إحنا نغطي جزء مهم جدا من المنهج، وإن شاء الله نقدر إن إحنا في الفترة الجاية نكمل باقي الفصل ده. وكان عندنا مستر جمال عايز يكلمنا عن الامتحان الاونلاين. طبعا في الطلبه عايزكم تخلوا بالكم ان في بعد الحصه بتاعتنا او بعد الشرح بتاعنا هتنزل الحلقه على اليوتيوب على القناه، قناه الصحه والجمال. طبعا هنلاقي في رابط في عنوان او في الوصف بتاع الحلقه، الرابط ده عباره عن امتحان. الامتحان ده هيبقى موجود على الدرس بتاعنا، سواء الحصه اللي كانت موجوده النهارده او الفصل اللي فات، وان شاء الله تبقى حلقة سعيدة، وإن شاء الله إن احنا نقدر نكون وصلنا المعلومة، وإن شاء الله تكون نهاية سنة سعيدة علينا كلنا،
واتمنى ان تتكرر، كانت حصه ممتعه معاك يا مستر. ربنا يخليك يا مستر جمال، وان شاء الله خير لكل الطلبه. ربنا يخليك. اتفضلوا يا استاذ ايتن، اتفضل. احسنتوا ما شاء الله عليكم، حلقه من الحلقات الممتعه. عايز كل واحد من اساتذتنا الافاضل كده في دقيقتين نقول اهم يعني المين بوينتس او النقاط الرئيسيه في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده في الحلقه. طب اسمح لي مستر احمد، احنا طبعا ممكن نتكلم في حاجه اهم. طلاب كتير بتسال على السوشيال ميديا ازاي اذاكر تاريخ، ودي نقطه مهمه. انا عارف ان انت بتعمل مجهود كبير في مذاكره التاريخ، بس للاسف في بعض الطلاب مستر احمد لسه شغالين بالطريقه القديمه. يا اما بتحفظ بالورقه والقلم، وده مجهود زياده عليك، لان انت لو حفظت بتحمل عقلك، يبقى حافظ مخزن المعلومة زائد يجيب الفكرة الجديدة لغاية لما يطلع السؤال يكون عدى وقته منه طويل. لو امتحن أي امتحان أونلاين معانا هلاقيه قعد فترة طويلة عبر ما يجيب سؤال. لا يا صديقي، انت ممكن تعمل طريقة أفضل. زي ما اتكلمنا في أول حلقة في الموضوع ده، احنا ممكن نقول لك تعمل ايه. انت هات المنهج قدامك عادي جدا اللي انت بتذاكر منه، واشرحه لنفسك زي ما عملنا. اعمل خرائط، شخبط في الورقة، وضح لنظرك وخلي نظرك يتمتع بالاماكن والخرائط. ده هيساعد الذاكره اللي عندك ان انت تعرف قدر كبير من المعلومات، ويخلي عقلك مصدر للمعلومه مش متركن. احنا خلاص طلعنا من مرحله ان انت متركن، ودخلنا في مرحله ان انت ايه، انت جزء من المعلومه، انت مشارك. هو ده النظام الجديد، وسياده الوزير مشكورا ان هو بيدخل الطالب معانا في الحته دي، فالطالب يستفيد اكبر استفاده من النقطه دي. انا شايف ان دي نقطه مهمه الطالب دايما بيسال عليها، ومن خلال برنامجنا ده احنا بنوجه لك رساله ازاي تذاكر. وبعد ما تذاكر لما تيجي تحل من اي مصدر، ولو استخدمت معانا الكتاب ده هتلاقي افكار كتير متعدده. هات الفكره وطلع الجزئيه بتاعتها من الكتاب. اذا المعلومه قدامك وفكره السؤال قدامك، شغل دماغك زي الرياضه. ما هي الرياضه يا مستر قوانين، والقانون بيجي له عليه فكره. جميل. صح. جميل. هو كده، هو ده المنهج. كلنا عندنا بقى غالبا او كله بقى رياضه، انت بتفكر بالفكره زائد عندك القانون. القانون في التاريخ هو المعلومه. محمد علي بعت بعثات، طب ليه؟ بيعمل ايه؟ دي الاسئله اللي ماشيه على المنظومه الجديده. مستر جمال، لو عندك اي رساله او توجيهات. طبعا انا بضيف بس نقطه صغيره، ان احنا لما نيجي مثلا ان احنا نحل الاسئله والتدريبات اللي موجوده عندنا، انا مش يعني مثلا او في النظام الجديد انت مش لازم تقفل او تجيب الدرجه النهائيه، لا، هو المستوى بيقيس او اللي هو الامتحانات بتقيس مدى القدره الاستيعابيه للطالب، وقدر يحصل ايه وايه الاستفاده اللي وصلت له. طبعا هنبه تاني ان في كتابنا، كتاب مدرس على الهوى، هنلاقي كل الافكار دي موجوده فيه، سواء للطالب الادبي او للطالب العلمي. الحاجه كمان اللي انا عايز اقولها، ان الطالب برضو مش يعتمد على قد الاسئله اللي هي صح وغلط واختر بس، لا، ده انا كمان لما هعتمد على الاسئله القديمه كمان او اللي هي الاسئله المقاليه، ده بيساعدني على ان انا افهم الـ 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 العنصر او افهم الموضوع بشكل كبير، فهيساعدني في الاسئله النظام الجديد. مش معنى كده ان انا اهملها خالص، لا، انا ابقى ماشي في اتجاهين، اتجاه الاسئله اللي هي على النظام النمطي التقليدي اللي هي بنقول عليها الاسئله المقاليه، بالاضافه للاسئله اللي هي الموضوعيه، الاسئله الجديده اللي بتبقى على النظام الجديد اللي هي اختر وصح وغلط، وابتدي ان انا اشغل دماغي. ولما اجي احل الاسئله بالذات بتاعت اختر، لازم ان انا يعني اتجه لسياسه الاستبعاد. يعني اول حاجه ان انا استبعد الاجابات اولا لحد ما هيتبقى مثلا عندي، لان سياسه وضع مثلا السؤال بيبقى عباره عن ايه، ان انا بحط اجابه مضلله وبحط اجابه صحيحه وبحط اجابتين تانيين ان هم يعني ايه، ممكن ان هم ما يكونش ليهم علاقه قريبه او ان هي علاقه مباشره بالموضوع، بس المهم ان هيكون في اجابتين الاثنين بيحتملوا ان هم يكونوا صح، بس في واحده مضلله وواحده هي اللي صح. فانا ابتدي اعمل الاستبعاد، بعد كده افكر مين اللي هتكون اصح واختارها، مين العنصر اللي المفترض ان انا اختاره وهيكون دقيق وهيعود عليا بالنفع، لان الاسئله اللي موجوده لازم بتقيس مستوى الفهم، ولازم تحقق اهداف السؤال، لازم يحقق اهداف، مش اي سؤال وخلاص. واتمنى ان احنا نكون يعني قدرنا نوصل المعلومه النهارده، واتمنى ان تبقى يعني الحلقات الجايه سعيده واسعد من كده، ونقدر ننجح ونوصل. شرفتونا، شرفتونا مستر جمال، شرفتنا مستر توفيق، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله. تمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح دايما لكم الاعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا.